عرفت حركه القطارات انطلاقا من القنيطره باتجاه الشمال، عرفت خلال الايام القليله الماضيه ارتباكا في مواعيد الرحلات بسبب انجراف التربه الناتج عن تراكم اطنان هائله من الاتربه حول المدينه مما ادى الى فقدان السكه الحديديه لتوازنها. وامام تلك الوضعيه الصعبه يقوم سائقو القطارات بتخفيض السرعه الى الحد الادنى لضمان سلامه الركاب. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي لسعيد كان وسليم عكي. أشغال جارية للحد من ضرر انجراف التربة تحت سكة الحديدية على مستوى مدينة القنيطرة هذه التلال من الأتربة سببت المشكل قبل أن ينتبه التقني المكتب الوطني للسكك الحديدية ويبدأ في تصحيح الوضع في إطار هذا الجوال الذي يقوم فرق الصيانة لاحظوا على أن هناك اعوجاج قمنا بحقومنا باش نصحوه من نهار 18 جوان ما تمكن الناس لأن كانت يعني اثار ديالو عميقه يعني في البنيه التحتيه يعني في في الارض السبب ديال هذه التصدعات ناتج عن وجود هذه الوحده الصناعيه اللي كانت عندهم تراكمات يعني زائده على يعني الحدايه كان هناك ثقل فائق يعني واللي تسبب ضغط كبير على الارضيه كلها المجاوره حركه القطارات تاثرت بفعل هذا الانجراف اذ اضطرت الى التخفيض من سرعتها الحد الادنى في انتظار انتهاء الاشغال برنامج عادي ديال القطارات ما كاينش حد ديال القطارات والحمد لله يعني الامور غاديه في تحسن تشققات في الجدار العازل بين السكة الحديدية والشركة المجاورة تظهر بشكل ملموس الأثر الذي أحدثته أكوام الأتربة في الأرض المكتب الوطني للسكك الحديدية طمأن بأن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي وأن المشكلة متحكم فيه